الكرة لديه كانت قصيدة وأغنية وسطرا في كتاب، لوحة بألوان البساط وحكاية يرويها سمار الليالي. يبدو الخطيب منذ صغره وكأنه أصر على أن يكون مختلفا، أو أن هناك من أسر إليه بأنه ليس عاديا. كابتن محمود الخطيب، أهلا ومرحبا فيك في بيتك في قناة النادي الأهلي، وسعيد بوجودك معي. أنا عارف أن هذا اللقاء تأخر، اللقاء هذا من المفترض أن يكون مع انطلاقة القناة ومع افتتاح الشكل الجديد للقناة، لكن بسبب ظروف والإجراءات الاحترازية وبسبب ظروف كورونا تأجل إلى هذا الوقت. ولكن في العموم كابتن محمود الخطيب مقل جدا في الظهور الإعلامي وفي الظهور التلفزيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكرك جدا وأهلا بيك أنت في بلدك الثاني مصر يعني، والنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. كنت أتمنى أكون مع بعض برضو في الافتتاح الجديد بتاع الشكل الجديد بتاع القناة، لكن كل حاجة بظروفها وتوقيتها، إن شاء الله يكون توقيت مناسب. بالنسبة لموضوع الظهور الإعلامي، أنا يعني أنا الحقيقة مش كلنا، كل قيادات النادي الأهلي تلاقيهم إن هم مش ظهورهم الإعلامي قليل جدا، حتى رؤساء الأندية، أعضاء مجلس إدارة، إحنا موجودين لوضع سياسات عامة في النادي. لكن النادي الأهلي في مدير تنفيذي، في مدير كورة، في مدير نشاط رياضي، في مدير قطاع ناشئين للكورة، في مدير تسويق، يعني في مستشار هندسي للمجلس إدارة، فهم اللي بيكلموا. يعني إحنا بنضع سياسات وكمان بنتابع تنفيذها. لكن الظهور الإعلامي مهم، بس في توقيتات يعني متباعدة، وفي توقيت يكون توقيت إن شاء الله يكون توقيت مناسب يعني. فتلاقي على مدار مثلا الثلاث سنين اللي فاتوا تلاقي أعضاء مجلس إدارة طلعوا مرة أو مرتين، ويمكن دي بالنسبة لي أنا أول مرة أطلع يعني. وأنا سعيد بوجودك معي كابتن.